السلام عليكم متابعين الكرام، مرحبا بكم في قناة أم صابرين. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى. بغيت نشارك معكم هذا الطبق ديال التسريد بالكاشير والبيض المسلوق اللي وجدت الوالدة ديالي، اللي لقيتها راها موجدة وقلت نصور لكم علاش لا. وهذا التسريد هذا ديال على حقو طريقو، صراحة على دارت الوالدة على حقو طريقو، جاي لذيذ وبنين وزوين واعر. كنتمنى إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. كما كتشوفوا راه دايره، درت الدجاج وشلطه البصله وجوج بصلات، ودرت الربيع، ودرت كذلك شويه ديال درت الحلبه وشويه ديال الزعتر، ودرت العدس، ودرت العطريه كامله. وبالنسبه كذلك درت الكاشر اللي كيرافق التريد، درت الكبده ديال الدجاج يعني جوج كبدات اللي درت، ودرت فيها شويه الزعتر، شويه ديال درت الاعشاب، انا نسيت على دوك الاعشاب كاملين اللي درت. المهم كاين الزعتر وفليو، فليو، ودرت كذلك شويه الملحه وشويه الكمون، العطريه كامله درتها كذلك هنا، ودمى ديال البنه. وهذا الشيء كامل غادي تطحنوا ان شاء الله في مولينيكس. درت 4 البيضات كذلك، طفت 4 البيضات على هذا المقادير ديال الكاشير. صراحه هاد المقادير ديال الكاشير كي زوينين، كلشي زوين. انا المهم ان شاء الله نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف ديال الكاشير. غادي تطحن هاد الشيء كامل، غادي تطحنوا الوالده ديالي. هذا هو فاش كيتطحن، كيولي الخليط ديالنا بحال هكا، وكديرو في شي بلاستيكه بحال هكا وكتسدو عليه، وغادي ديرو في المرقه ديال التريد، غادي يطيب تمايا. ومن بعد ما يطيب غادي نوريكم الشكل ديالو. وبالنسبه للتريد كنقطعوه على شكل كويرات صغار بحال هذه الطريقه، حيت كل واحد والطريقه ديالو. كاين اللي كيديرو على شكل مسمن وكيقطعو، وكاين اللي كيديرو حبه حبه وكيورقو حبه حبه. بالنسبه للطريقه ديالنا حنايا كنديروا التسريد يعني وحده كنسرحوها ونزيدو نديروا وحده اخرى، كنديروا حتى 4 الحبات، ولا كانت عندنا المقله كبيره كنديروا حتى 4 الحبات، وكنحلوه يعني كنديروا نرشوه بالسميد، ندهنوه بالزيت ونرشوه بالسميد، كنوجدوهم بحال هكا ونحطوهم. التسريد كيبغي شويه المعونه، كما كتشوفوا راه كاين المعونه هنايا. كترشوه شويه بالسميد باش يتحل لكم، فاش يكون كيطيب في المقله كيتنفخ لكم. باش كتشوفوه يعني تنفخ عرفوه راه يعني عندكم التريد ديالكم راه ناجح. وكنسرحوه بهذه الطريقه هذه حتى كنرققوه مزيان. هنايا كنسرحو بحال هكا، كنتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا وتعرفوا الطريقه ديال التريج ديالنا. هذه هي الطريقه ديالو، كنديروه في المقله ديالنا بحال هكا. غادي نخليه حتى ينشف من الفوق، وغادي نقلبوه على الجهه الاخرى. كما كتشوفوا دوك البويقات راه كيتنفخ. كنقلبوه على الجهه الاخرى، غادي تنفخ لينا شويه، غادي نحيدوه، ما غاديش تعطلو تتحمر لينا. حنا هاد التريد ديالنا كنقطعوه ونديرو له شويه الزبلديه كما كتشوفوا هنايا، تقطع ديالو كنحلوه بعدا بحال هكا ونقطعوه، وغادي نديرو شويه الزبلديه بحال هكا كنسخنوه، وغادي نديروه يتفور وكنحيدوه ديك الساعات، عاد كنقدموه حنايا ما كنديروش. كاين اللي كيديروه بلا تفوار، حنا كنفوروه. بالنسبه للكاشير كما كتشوفوا هذا هو الكاشير ديالنا، كيجي صراحه زوين هذا هو. وبالنسبه للتريد ديالنا كنقدموه في القصعه ونزينوه بالبيض مسلوق وهذا الكاشير.